تحية لكل اللي بيتابعوا موقع الفن، منقدم لكم حلقة جديدة من توب 10 الفن يلي عم تشهد الأسبوع دخول 3 أغاني جديدة على المنافسة وتفاوت بنسبة الاستماع لبعض الأغاني على يوتيوب واللايف ستريمينج والتطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. بداية بالمرتبة العاشرة نيو انتري إلى بيروت الأنثى، قصيدة للشاعر نزار قباني غنتها نانسي عجرم بصوتها كهدية منا لبيروت ولحنها هشام بولس، وكانت نانسي آخر من غنى لبيروت بهالظروف الصعبة. بالمرتبة التاسعة نيو انتري غنية نجوى كرم بيروت، اختصرت فيها حادثة بيروت بأربع آب 2020 وأطلقت من خلالها صرخة ضد المسؤولين بعد حادثة بيروت لتقلن انه ما فيكن تقتلوا لبنان لأنه لبنان عايش بقلب الله. نجوى طرحت الكليب على يوتيوب من إخراج جورج إيواز، جمعت فيه أجمل الصور والفيديوهات عن لبنان شاركوها فيهن محبينا عبر هاشتاج لبنان الحياة. نسيوا الأيام وسرها بتالي تنهار. بالمرتبة الثامنة بتتقدم غنية الوليد الحلاني قالت لي مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما دخلت الأسبوع الماضي على المرتبة التاسعة، ويلي بيميز هالغنية إنها من كلمات وألحان والده الفنان عاصي الحلاني، وبعد مرور أسبوع على إطلاقها عم تعلى نسب الاستماع والمشاهدات لإلها على يوتيوب والتطبيقات الموسيقية. بالمرتبة السابعة نيو انتري غنية عمرو دياب يا بلدنا يا حلوة، وهي اغنية وطنية اختارها عمرو دياب ليهديها لمصر ولكل ابناء بلده ليختتم فيها الموسم الصيفي، وتبقى هالغنية هت الموسم. في وشوش سمرة وجميلة تقابلهم تبتسم. بالمرتبة السادسة بتتقدم غنية رامي صبري خليني اشوفك تاني اربع مرات بهالجمعة بعد ما دخلت الاسبوع الماضي على المرتبة العاشرة. رامي بيقدم هالغنية باسلوب سهل خلت المحبين يحفظوا كلمات الغنية بشكل سريع. خليني اشوفك تاني مشتاق عنك وحشاني. وبتتعادل غنية رامي صبري مع مهرجان هنعمل لخبطيطة لحسن شكوش وعمر كمال اللي بيتراجع خمس مرات بهالجمعة بعد ما تصدر الأسبوع الماضي سباق التوب 10. بالمرتبة الخامسة بتتقدم غنية أصالة ولا وتفارقنا ثلاث مرات بهالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثامنة الأسبوع الماضي. أصالة نجحت باختيار هالغنية لتصويرها فيديو كليب مع الممثل اللبناني نيكولا معوض، ونالت أصداء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والكليب من إخراج أمين درة. بالمرتبة الرابعة بتتقدم غنية أصيل هميم ظروف مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة السادسة الجمعة الماضية. أصيل تصدرت الترند على يوتيوب بعدة بلدان بفترة قصيرة كتيرة، وقدرت إنها تحقق نسب مشاهدة عالية وتنال إعجاب المحبين بصوتها وإحساسها. بالمرتبة الثالثة بتتقدم غنية سميرة سعيد الطفار مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الرابعة الأسبوع الماضي. أسهم هالغنية عم ترتفع من جديد مع انطلاق عرض برنامج The Voice Senior على شاشة MBC. بالمرتبة الثانية بتتقدم غنية أصالة اشتقت لك مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثالثة الجمعة الماضية. هالغنية عم بتحقق أصداء استثنائية مع طرح أصالة ألبومها الخليجي الجديد لا تستسلم، وبتأديها أصالة بإحساس رائع واستثنائي بيدخل على كل قلب. اللي تمر بالله وش معنى العمر لو كان من دونه. أما بالمرتبة الأولى بيتصدر ديو محمد رمضان ومتر جيمس يا حبيبي اللي بيتقدم مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كان بالمرتبة الثانية الجمعة الماضية. هالعمل المميز تصور بدبي من إخراج حسام الحسيني ضمن إجراءات احترازية مشددة، قدر محمد رمضان من خلالها يكسب الرهان من جديد ويأكد إنه هو نمبر وان. مالي أنا ومالها مالها خليها بحالها حالها مش هغر شكلها
لهون بتكون خلصت حلقتنا من توب 10 الفن. موعدنا بيتجدد الجمعة الجاية بنفس التوقيت. صوتوا لأغنيتكم المفضلة عبر البريد الإلكتروني المذكور بأسفل الشاشة. أما لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.